حكيم زياش işte yeni transfer Ali Sami Yen'de Ramsbart'ta zeminde Welcome to Galatasaray family Hakim Ziyech. ولد حكيم زياش في 19 مارس من سنة 1993 بمدينة درونتن الهولندية من أم وأب مغربيان ينحدران من إقليم بركان. توفي والده محمد زياش سنة 2003، ولم يكن الابن حكيم يتجاوز سن العاشرة ليتعرض لأزمة نفسية كبيرة أثرت سلبيا على مستواه الدراسي، فوجد لعبة الكرة القدم لإخراجه من أزمته. عاش حكيم زياش ضغط رهيب من الجماهير والمسؤولين الهولنديين الذين كانوا يرغبون في ضمه للمنتخب الهولندي، حيث رفض زياش بقوة هذا الضغط واختار اللعب للمغرب، حيث صرح لوسائل الإعلام الهولندية قائلاً: أنا حكيم زياش دمي أحمر وليس برتقالي، حيث تعرض بعد هذا التصريح للمضايقات من قبل الجماهير الهولندية، الأمر الذي دفعه لاختيار الاحتراف في إنجلترا. Denk je dat van tevoren bijvoorbeeld hebt gecheckt? Nee, maar ja, zoals ik net al bij Fox heb aangegeven, ik heb mijn uitnodiging geaccepteerd en verder wil ik het daarbij laten. Maar een uitnodiging accepteren is één, maar ga je die uitnodiging nu bijvoorbeeld heroverwegen, nu je weet dat dit je keuze definitief maakt? Zoals ik net al zei, daar hoef ik niet op te antwoorden. لم تنتهي مشاكل زياش باختياره اللاعب للمغرب، حيث عاش مجموعة من المشاكل، كان أبرزها استبعاده من طرف مدرب المنتخب المغربي السابق الفرنسي هيرفي رونار قبل أن يتدخل رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، حيث شارك زياش في كأس العالم التي أقيمت بروسيا وتألق خلال هذه المشاركة بشكل كبير. بعد تولي المدرب البوسني وحيد خليلوزيش مهمة تدريب المنتخب المغربي، عادت مشاكل زياش للواجهة، حيث أعلن القطيعة مع هذا المدرب والاعتزال اللعب دوليا. وبعد إقالة المدرب البوسني وتولي وليد الركراكي مهمة تدريب المنتخب المغربي، عاد زياش عن قراره اعتزال اللعب دوليا ليشارك في نهائيات كأس العالم بقطر ويتأهل لنصف نهائي كأس العالم. حكيم زياش أفضل ممرر وهداف في تاريخ كرة القدم المغربية، حيث سجل 129 هدفا منها 13 هدف مع فريق هيرنفين الهولندي و34 مع تافينتي و49 هدفا مع نادي أجاكس و14 مع شيلسي و19 هدفا مع المنتخب المغربي. انتقال حكيم زياش رسميا إلى نادي غلطساراي التركي على سبيل الإعارة، حيث يرغب حكيم زياش في لعب أكبر عدد من الدقائق ليكون جاهزا في نهائيات كأس أفريقيا التي ستقام بساحل العاج بداية السنة القادمة، حيث يعد حكيم زياش في الوقت الحاضر أحد الركائز الأساسية للمنتخب الوطني المغربي. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find. And when I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal.